نستيك اف ام الإذاعة الأولى في تونس. مرحبا بكم. تمام، احنا في المدرسة الابتدائية بقسم السابية تطاوين في يوم الانتخابات التشريعية. هي دعوة للناس كل اليوم يتنوصلوا صوتنا، يزون صوته، خاصة فئة الشباب اللي مازالت الاقبال متاعها ضعيف ضعيف على الاخر. صوتك ينجم يغير برشا حاجات، ينجم يعمل برشا حاجات، فما تبخلش بصوتك على وطنك، على بلادك، على ناسك. اكيد صوتك مهم جدا، لهذا بالله يهد الناس الكل نشاركوا في هذا اليوم وفي هذا العرس الانتخابي. مسج صغير للمترشحين في كل هذه القائمات اللي باش يختارهم الشعب، اكيد بالله ما تنسوش فيها اللي هي فيها ذوي الاعاقه، لان صوتنا مازال غايب، لان قضيتنا مازالت مهجوره ومنسيه تو. فحاولوا انكم تمضوا عليها الغبار شوي، وحاولوا انكم تلتفتوا لذوي الاعاقه تعطوهم حقوقهم الكامله. النفاذ الادارات، النفاذ الاماكن العموميه، النفاذ كل المؤسسات، كذلك برشا 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 تفاصيل اخرى، برشا زاده مازالت اخرى ينجم معناها مازلنا منسيين فيها برشا، ولكن النفاذ هو تو الشغل الشغل ولا قضية مهمة اللي قاعدين نقصي فيها قبل ما نوصل لبقية القضايا.